السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عايز اخد سيكشن في قلب المبنى دوت، فبكل بساطة هروح على يوتيليتيز واقول له ان انا عايز كليب بلان، فبيقول لي حدد الارتفاع اللي انت عايز تقطع من خلاله. يعني ممكن تبقى كده، ممكن ننزل سنة صغيرة، ممكن ننزل شوية كمان عشان ندخل جوه المبنى بالشكل دوت. بحيث ان انت تقدر تشوف اللي جوه المبنى، حتى كل المباني اللي حواليه واخده نفس الارتفاع، نقدر ننزل ونطلع زي ما احنا عايزين. طيب خلصت الامر، عايز تخرج منه ممكن تروح دايس اسكيب، في اي لحظة تقدر تاخد سيكشن تاني وتقدر تتحكم في الارتفاع بتاعه. هو امر كويس بحيث ان انت ممكن تدخل في نص البلان كده وتقدر ان انت تشوف كل اللي جوه المشروع. عايز تقول له ديليت، خلاص بتعمل ديليت للسكشن اللي انت عامله.